وبتقدم الأبحاث وورود معطيات ذات طابع استعلامي مؤكد عشية يوم الخميس 1 أوت 2013 حول استهداف عدد 5 شخصيات صباحة يوم الجمعة 2 أوت 2013 بولاية سوسة، وكان من الأرجح استعلاميا أن يكونوا السادة كمال مرجان، ألفة يوسف، أم زياد، محمد كريفة، ومنى بن نصر، بالإضافة إلى استهداف مؤسسة مالية على الأرجح أنه فرع بنك الأمان. يوم الجمعة صباحا 2 أوت 2013 تجندت كل الوحدات الأمنية من مختلف الاختصاصات بالانتشار المكثف والواسع في تلك الجهة لإفشال المخطط، وقد تم فعلا، حيث منذ الساعة 10 صباحا شعرت الوحدات في سلسلة من الإيقافات على غرار رياض الورتين. أحد عناصر المجموعة تم استغلاله في كراء المنزل تخفت به العناصر الفارة والمفتش عنها من قبل السلطات الأمنية. اللي أفتوا بقتل الطاغوت كتاب الله، مش حمزة، كتاب ربي سبحانه أفتى بقتل الطاغوت. اللي عنده طاغوت، اللي طاغوت راه كيفاش يجوز قتله الطاغوت؟ مش طاغوت يا صاحبي، تقتل طاغوت تسمى سلكتها بالضبط مع رب. طاغوت طاغي في الأرض تقتله وانت سلك. لكن نحن قلنا تونس أرض دعوة، مش وقته تو، مانيش باش نقتلوهم، هذا قلناه ونزيد نقول. وقتاش بنا باش تقتلوه؟ نحن ما نقتلوهم مش توا حاليا، الا مش عندنا مشيخه، يعني مشروع مؤجل هذا مشيخه، نحن عندنا مشيخه، ماني قتلك، نحن نلتزم باش نقتلوهم. كان باش يقتلونا برشا، باش يلزونا برشا، اكيد باش ربي سبحانه ما نعرفوش. وهل انكم جاهزين لحرب طاحنه كيفك مع اجهزه الدوله؟ نحن ما عندناش توا حاليا، مانيش نحبوش نعملوا حرب معاهم، لكن اذا فرضت علينا حرب نسال الله الثبات، مقبلين وغير مدبرين باذن الله. نحن أصحاب حق، أخي بخن بخن، الجنة تنتظر، والله هذه الدنيا نبيعها بإذن الله ونطلقها بالثلاث، وهما موت في سبيل الله، ما أحلى ما أحلى الموت، هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله، ما مشكلة، ولكن نلتزم حفاظا على أرواحنا وأرواح شبابنا، وحفاظا على شعبنا وأموال شعبنا وأعراض شعبنا وسلمنا الأهلي، وحفاظا على هذا كنا نلتزم. ونقولنا تونس أرض دعوة، خلوا بيننا وبين الناس. أنا عندي مشكلة مع الوظيفة اللي قاعدة تقوم فيها، خطرك أنت سلطة تنفيذية متاع دولة لا تحكم بما أنزل الله، متاع دولة عميلة للأمريكان، متاع دولة عميلة للغرب، حبيتوا ولا كرهتوا راكم عملاء، وثم فرق ما بين العمالة والشراكة. يا أيتها الحكومة، أنت عميلة للغرب ونحن لن نكون عملاء، ولن نهادن ولن نداهن، وإن قتلنا وشردنا وسجننا. فوالله العظيم هذا المنهج نحن لا نتخلى عليه، يلزمهم يفهموا الحكاية هذه. كأنه تهديد للدولة. ليس بتهديد، هذا واقع، نحن لا نهدد، نحن نفعل، هذا واقع، واقع حب ولا كره. بن علي باش تجيوا انتوما أبطش من بن علي؟ الطاغوت بن علي انتوما أقوى منه؟ ماكمش أقوى من أقوى من فرعون انتوما؟ كان أقوى من فرعون قولوا ما هو بشنو بشجر نفس الحكاية، باش ترجع للتعذيب، وباش ترجع تكبت الشباب، وباش ترجع، خاطر ما فهمش حل، هذه الديمقراطية راهي ماهيش موجودة، نحن مسلمين ما عندناش ديمقراطية، كاذبة الديمقراطية، نحن ما نحبوهاش ديمقراطية، من حقي باش ما نحبش الديمقراطية يا أخي. أما الديمقراطية هي اللي أتاحت لكم أنكم تنشطوا بحرية. لا، مش الديمقراطية أتاح لنا، ربي سبحانه هو اللي هيئ الظروف وأتاح لنا باش ننشطوا في حرية، وهذا حقنا. سي ان دروا يونيفرسال، حتى الاسلام يعطيك الحق باش تتكلم بحريه، تقول تعبر عن رايك ما لم تؤتي كفرا في حدود الشرع، تعبر عن رايك. علاش يا اخي انتم تحبوا تعبوا عن الراي، كان بالكفر كان بسبان الجلال تحب هذيك، علاش ما تعبرش عن رايك؟ تعطيني راي حل اقتصادي للبلاد، تعطيني راي حل اجتماعي للبلاد، اعطيني خويا وريني ثقافه في الأمور الاقتصادية والاجتماعية. علاش تحبوا حرية الرأي كان في العراء، كان في الكفر، كان في الهم، شنو هو الحالة هذا يخي شبيكم؟ آه ريفيفو ويمشين، خليونا مسلمين، رانا قلنا الشعب وتكذبوا علينا، مسمح لي علاش تكذبوا علينا؟ رانا راهو الطيارة ذي ينتميوا عليه ناس مثقفين، اغيتي يزيو ما راكم في بالكم، حفظتكم كلمتين فرنسي وكلمتين رغم زلتوا تعبير،
رانا عندنا ناس تحكي فرنسيه وانجليزيه ويت. راكم حتى في راكم انتوما فوزالي اتر بالي انتيليكتويلمون انتيليكتويلمون بالي انتيليكتويلمون با فيزيكمون باش ما يتهمونيش بها انتيليكتويلمون فوزالي اتر بالي. هذاك علاش ما يحبوش يخليونا المجال هم يهدوا فينا من الصباح لليل ويحاصروا فينا هما القوى الرجعيه. هي انا مسميهم الرجعيه كما سميني هما الرجعيه. القوى الرجعيه هما التجمع القديم، هما رؤوس الاموال الكبار الفاسدين، هما النظام البوليسي ورؤوسه سورتو نظام الامني، هما السياسه والاحزاب بمختلفها مختلف الاحزاب كلهم على بعض الا بعض الشرفاء. لكن الانتماء الاحزاب ايش يحبهم؟ يحبوا في يا شعب في بالك الحزب يحب الشعب، هو يحب الحزب. الاحزاب اللي يريدون السلطه، يريدون السلطه ويستعملون مبدا ماكيافيل للوصول الى السلطه. الغايه تبرر الوسيله. الغايه ما هي؟ السلطه. الوسيله الكذب. 500 الف موطن شغل يا بابا، 100 شنو شنو العبيد والعبيد تتبع فيقوا. او نحن الحل نعطينه حل في شرع ربي. عندكم شباب مشاو يقاتلوا في سوريا؟ عندنا ولله الحمد. قديش عندنا؟ 10 من الاخوه من ديبوزفيل في سوريا يقاتلون من اجل الشعب السوري، من اجل لا اله الا الله اولا، ومن اجل المستضعفين في الارض. كيفاش وصلوا لسوريا؟ مشاو لسوريا، مشاو عن طريق شبكات، ثم شبكات. هذا حتى جرايد قلت شبكات، لكن هما دفعوا الفلوس. راهي قضيه، هذه جهات في سبيل الله. نحن نعتبر ان سوريا هي بوابه القدس. ان حرر سوريا من بشار ومن اتباع امريكا، لان في من يقاتل بشار نحن نعرفه. ثم الجيش الحر ينقسم، ما يسمى الجيش الحر ينقسم الى قسمين. ثم قسم تابع امريكا علماني، وثم اسلامي اخواني، فهمت، تابعين امريكا باعوا. وثم ما يسمى جبهه النصره اللي حطتها امريكا في قائمه الارهاب. بعد قال لكم انتم تابعين، حطونا في قائمه الارهاب وتابعينهم. مانيش فاهم انا كيفاش الحكايه هذه. شكون سهل تشكيل جبهه النصره وتمركزها في سوريا؟ ابناء جبهه النصره في سوريا ودوله العراق الاسلاميه. انت ناسين الناس حاجه، اللي بحث سوريا عندها حدود كبيره مع العراق، والعراق فيها تنظيم قوي برشا. امشي وشوف ايش معناها دوله العراق الاسلاميه. دوله العراق الاسلاميه دوله في وسط الدوله. ولكن في اخر الفيديوهات اللي تفرجنا فيهم ثبت انه جبهه النصره تقاتل بسلاح من صنع اسرائيلي. نعم، تقاتل بسلاح من صنع اسرائيلي يشريوه من تركيا. نحن نقاتل بسلاح اسرائيلي وبسلاح امريكي. نحن مش كما قالوا هما جمولات وطيش الانترنت، لا، نحن ناخذوا التكنولوجيا نتاعهم نستعملها لصالحنا. السلاح هذاك شروه الاخوه من عند تركيا، اللي تركيا هي عندها علاقات مع اسرائيل. بربي حلوا دماغكم شويه، امان فراكم خنقتونا، راكم في التلفز راكم تتكلموا، راكم خنقتونا بالبهامه، سامحوني. امشيوا تاخذوا من اسرائيل. تركيا عندها علاقات عسكريه مع اسرائيل، هذا معروف، عندها سلاح، تشري في سلاح من خاطر اسرائيل، تصنع في سلاح، تشري تركيا تشري في سلاح من اسرائيل. والاخوه يتعاملوا مع مهربي الاسلحه نتاع تركيا، معناها كي يشريوا سلاح يجيهم سلاح منين؟ من اسرائيل. ويجي واحد نايف يعمل سلاح نتاع اسرائيل، معناها تو اسرائيل باش تعطي سلاح لجبهه النصره هكا باش تعطي. والله عدونا اليهود واسرائيل وبني صهيون، عدونا الصهيونيه وعدونا اسرائيل، وان يا قدس قادمون، والقدس لحنا في قلوبنا القدس. راه هم مش فاهمين، نحن ما نحبوش القدس، سنصلي في القدس باذن الله. اجي انا معاك، قداش تقعدوا يا اخي شادين البلاد في بال؟ اي اقمعتونا اليوم وعملتوا ديكتاتوريه جديده في البلدان العربيه 20 سنه اخرين. والله لما يجيكم جيل، والله العظيم لما يجيكم جيل كان توا ما تتخرختوش وتفهموا بالمعقول وتجيوا ترجعوا للاصل نتاعكم. لما يجيكم جيل لما تندموا على النهار، هذا هو سنه كونيه راهو هذا. في تونس حاليا نحن قلنا ونلتزم بكلام شيوخنا وقادتنا حفظهم الله، شيوخنا الذين يصدعون بالحق نحسبهم. في تونس عندنا شيخنا أبا عياض حفظه الله، وهو شيخنا نحبه في الله، نسأل الله أن يثبته وأن يعطيه من العلم. ونحن لا نزكي على الله أحدا، هذه لا نزكيه على الله، ولكن نحسبه على خير. شوف الفرق، هما أي واحد يموت شهيد، شهيد الفن، شهيد الكورة، شهيد السياسة، يا ودي شهيد سهلة. هو نحن إخواننا ماتوا مقبلين غير مدبرين ضد الأمريكان، يحاربوا في الأمريكان كفار يدفعوا، وقالوا خلينا نكمل لك هذا. وتعرفش نقولوا؟ نقولوا نحسبه شهيد، نحسبه. هما اللي موت شهيد، شهيد الوطن، شهيد السياحة، شهيد الفن. الناس كل شهداء إلا اللي موتوا في سبيل الله إرهابيين. نعم الإرهابيين هم.
نعمة الإرهابيين هم. تفضل. في تونس هل تعتبروها أرض جهاد أم؟ تونس قلنا المشيخة متاعنا الكل، شيخنا أبو عياض وطلاب العلم، وحتى أصلا ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هذا تنظيم القاعدة خرج كان يتبع، هم جاوا ثكين برك ثم إرهابيين عندكم أنتم أكثر من تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة ذي جاء إيش قال؟ قال تونس أرض دعوة. يا ودي رأي تونس أرض دعوة. يعني أنتم ملتزمين بالمقررات طبعا تنظيم القاعدة؟ ليه مش مقررات تنظيم القاعدة، نحن ملتزمين باللي يقولوا شيوخنا اللي في تونس. فهمت؟ لكن حتى قلت لك أنا حتى معناها تو أنت كي تجي تقارن واحد تمشي تشوف اللي أكثر منه، اللي أكثر منه ما يسمى تعصب عندهم هما، وأنا نقول اللي أكثر منه التزام واللي أكثر منه حب للجهاد والقتال، قال نحن تونس أرض دعوة، راهي تونس وبلدان بلدان الربيع العربي أرض دعوة، باش نجيو نحن نقولوا لا تونس أرض دعوة، وإن بدلت شرع الرحمن تصبح طاغوتا. كيف؟ لأنك تجبرت وبدلت شرع الرحمن بشرع الإنسان، فتجبرت في الأرض وأنت عون الطاغوت، أنت سلطته التنفيذية، تبرأ منه وأتي إلى صفوفنا تكون أخانا. فهمت؟ تقعد بلاد من غير حاكم؟ ليه؟ علاش؟ حكم شرع ربي ونولي يرجع البوليس نورمال عادي، حكم شرع ربي هكا وارجع الشرطة نحن بيدنا تنولي شرطة، شنو المشكلة؟ أما بشرع ربي ما يتظلم حتى حد. انتم ما عندكم شرطة امتاعكم حاضر؟ مش صحيح، نحن عمرنا ما كانت عندنا ما يسمى الشرطة السلفية. نحن كي صارت احداث مقتلك بالعيد، وقت قتل بالعيد صارت احداث في البلاد، فكروا ولا نحن خرجنا كمصلحة كغيرة على البلاد وعلى وعلى اموال الناس، خاطر الجو خاطر نحن مسلمين نعيشوا في البلاد هذه، نحبوش كون يتعدلنا على اموالنا وعلى نسائنا وعلى اعراضنا. خرجنا في شارع حمينا البلاد في الوقت ذاك، ثم الخبثاء استغلوا الظرف ذاك وسميوا الشرطة سلفية، وفما شرطة سلفية وكذا. نحن حمينا كيما في الثورة، ما في الثورة سميتهم شرطة ثورية ولا شيء، ما سميتهم مش توا سميتهم. عملنا ذاك نهارين وبعد انسحبنا، كي راضت الأمور انسحبنا ما عودناش عملنا حتى شيء، كبشوا فيها الحكاية، هم عطيهم فيش يكبشوا. كيفاش تنظمتوا الوقت هذاك وشكون عطاكم الإشارة باش تخرجوا؟ خرجوا مشيخة معروف هذا، خرجوا مشيخة في صفحات الإنترنت، وخرجوا يا شباب قالوا يا شباب المسلمين احموا 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 قراكم، احموا احياءكم، احموا مساكنكم. فتنظمنا لموا بعضنا سهله برشا، مشكل سلفيه راهو جات حتى عوام الناس ما يصليوا جاوا معنا، تواس يحبوا القعدات ويحبوا الدواء، ونحن قعدنا رايدين، فهمت؟ ما عملنا شيء، بالعكس، بل ان في الوقت ذاك انقذنا الدوله، الدوله التونسيه اللي يتهمونا نحن نحبوا نطيحوها، ونحن مش نحبوا نطيحوها نفسخوها، نحن نحبوها تحكم شرع ربي. شفت الفرق؟ اللي اتهمونا اللي نحن نحبوا نطيحوها، نحن وقفناها في الوقت هذاك، والناس كل تعرف، الخبراء يعرفوا اللي نحن في اللحظه ذيك الدوله التونسيه وقفناها نحن ربي سبحانه ثم نحن. هذاك علاش يقولوا بانه يعني السلفيين خاصه انصار الشريعه مخترق من قبل حركه النهضه واستعانت به لانقاذها وانقاذ وجودها في الحكم في الوقت اللي كانت مهدده بالسقوط. بالنسبه لعلاقتنا بحركه النهضه، راهو نحن علاقتنا بحركه النهضه ما بداتش اليوم وما بداتش بعد الثوره، علاقتنا بحركه النهضه بدات عند سيني من عهد الطاغوت بن علي، ونحن حركه النهضه حذرنا منها الناس وما يسمى التيار الاخواني، حذرنا منه الناس، ونحن في الانتخابات حذرنا الناس قلنا ما تنتخبوش، لكن الناس انتخبت. علاش؟ خاطر برشا النهضه قال باش نحكم شرع ربي وجبالي خليفة ويحكي على الخلافة، جبالي راه في الحملة الانتخابية نتاعو، ومش كان هو برشا يحكيوا على الخلافة، فتحمس بعض الشباب وانتخبوا لهم. لكن نحن علاقتنا بالنهضة واضحة، نحن الآن نحن نكفر حركة النهضة، نكفر شكون اللي يحكمون بغير ما أنزل الله، اللي في حركة النهضة شادين يشرعوا من دون الله، راهو مش نكفرهم نقول لهم، راهو نقول لهم راهو هذا فعل كفري، ردوا بالكم، وهذا حق كلمة حق، لا نخشى في الله لومة لائم، يا توبوا إلى الله. نقول لهم يا شباب النهضة توبوا إلى الله، راهو اللي ما يحكمش شرع ربي راهو يكفر، اللي هو معناه جي أنت مش شباب حركة النهضة هو اللي باش يحكم شرع الله، فما دستور قاعد يتكتب وفما مجلس تأسيسي وفما انتخابات قادمة، كيفاش باش تتصرفوا أنتم؟ نحن نكفر بالقوانين الوضعية، هذا أكيد. بالنسبة كيفاش تصرفوا عنا قيادات تعطي معنى قيادات سياسية تجم تعطينا، لكن أنا نعبر عن رأيي، نحن بالنسبة لنا نلتزم بقيادتنا اللي ترى قيادتنا صالحة
قيادتكم ماشي خدنا ماشي ابو عياض فهمتوا عندنا قيادات اخرين يا اخي برشا قيادات عندنا بالنسبه لشباب الطيار سالف كبير مش انصار الشريعه كهوره طيار انصار الشريعه تضم 40,000 ولا قديش 50,000 بعض الارقام وثم يمكن 50,000 اخرين ينتميوا الى تيارات اخرى موجود شباب سلفي راه ما شاء الله بخلاف اللي مشاو لسوريا موجود القوه الشبابيه هذه موجوده وهذه طاقه كبيره يتم تهميشها ويتم اتهامها بكل الاتهامات الباطله كفى بالله عليكم كفى